أهلا بكم محبي المنتخب الجزائري. إذا جبان الماضي يصرح الإذاعة الوطنية وكذلك زار ملعب 5 جولاي لحضور مباراة مدير الجزائر وجمعية عميلة ويخرج بتصريحات مفادها جديد المنتخب الجزائري. تابعوا معنا، سأتابع لمباراة مدير الجزائر جمعية عميلة. معاناة مستوى اللاعبين المحليين يندرج في صميم عملي. انتخاب زوتشيف أو أي جزائري آخر في المكتب التنفيذي للفيفا في صالح الكرة الجزائرية. وأكد جبان الماضي في حوار له مع الإذاعة الجزائرية بأن المنتخب الجزائري يمتلك الكثير من اللاعبين. وأكد عبد الماضي أن الخضر سيلعبون مباراة ودية شهر جمال المقبل في ملعب وهران الجديد. وصرح أيضا العديد من اللاعبين يتألقون في الدوريات العربية، ما يقدمه سفيان هني في الدوري القطري مميز جدا. إنني أتابعه باستمرار وأظن أنه يستحق فرصة كبيرة. هذا ربما ما يؤكد عودة سفيان هني للمنتخب الجزائري أو متابعة بالماضي للاعبين مثل ربما مدافع مدير الجزائر حداد. في الأخير لا تنسوا لايك وتعليق وشكرا.